توضيحا وتصويبا للوقائع وبيانا للحقيقه بعد المقال الذي نشرته صحيفه نداء الوطن حول قراري عفو خاص صادرين عن رئيس الجمهوريه اصدر وزير الدوله لشؤون رئاسه الجمهوريه سليم الجيصاتي بيانا لفت فيه الى ان المقال يتضمن مغالطات دستوريه وقانونيه وواقعيه مشددا على ان صلاحيه العفو الخاص هي صلاحيه لصيقه بشخص رئيس الجمهوريه الذي يطلع على معطيات الملف ويقدر عناصره ويتخذ قراره في ضوئها ولذلك يتابع جيساتي لم يلد الدستور لجنة قضائية متخصصة وهي هنا لجنة العفو صلاحية بت طلبات العفو نهائيا بل أولى هذه الصلاحية رئيس الجمهورية بحيث انحصر دور لجنة العفو بإبداء الرأي ليس إلا جيساتي تطرق إلى الحالتين اللتين أوردتهما الصحيفة مشيرا في مخص حالة طلب العفو المتعلقة بالمخدرات إلى أن المدة المحكوم بها بعد التخفيف ليست 15 عاما كما ورد في المقال بل خمسة أعوام وأكد أن رئيس الجمهورية اطلع على الملف الذي أظهر أن دور السيدة المعفاة مما تبقى من عقوبتها اقتصر على تسهيل دخول مروج مخدرات إلى ملهى ليلي وهي من المدمنات وترمي من خلال ذلك إلى حصولها منها على المخدرات لاستعمالها الشخصي، ولفت جيسطي الى انه سبق له ان اصدر تعميما يوم كان وزيرا للعدل بان المدمن يذهب اولا الى العلاج وليس الى السجن عملا بالاحكام القانونيه المرعيه، مشددا على ان اي وزير لم يتوسط او يتدخل في هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وان اي طلب عفو يتعلق بالادمان لم يتصل طرف رئاسه الجمهوريه كي تتخذ موقفا منه. في جور المطبوعات اشار جيسطي الى ان الحكم الصادر عن محكمه المطبوعات قضى بغرامه مع وقف تنفيذها. وان طالب العفو كان قد تقدم باستدعاء تمييز ضد هذا الحكم المتضمن اساسا وقف تنفيذ لصالحه بغيه الوصول الى نتيجه افضل لتفادي ورود الحكم في السجل العدلي الا ان محكمه التمييز فرضت غرامه عاليه بهذا المضمار وأضاف بيان جيصاتي أن طالب العفو لم يكتب أو يتبنى الكلام موضوع النزاع بل كان ناقله عن سواه من الكتب الأجانب وضمن مزدوجين وهو تقدم بطلب العفو منذ ما يقارب السنة والنصف لعجزه المادي عن تسديد الغرامة العالية وهو في سن متقدمة ولا يعمل وقد تقرر تخفيض الغرامة المحكوم بها وبقية الإدانة جيساتي أكد أن تاريخ الوكالة القضائية يعود إلى العام 2010 وهي لم تنظم لمحام وزير في حينه أو أصبح وزيراً الآن كما أن أي وزير لم يتوسط أو يتدخل في هذا الملف وختم الجيشات بالتشديد على ان استهداف رئيس الجمهوريه بالصلاحيات اللصيقه بشخصه لا سيما طلب اعاده النظر بالقوانين منح الجنسيه اللبنانيه ومنح العفو الخاص هو سياسي بامتياز ومثلث الاضلاع والاطراف ومرصود تماما وسيتم التصدي له بالوسائل الدستوريه والقانونيه المتاحه